الحمد لله رب العالمين. منتخبنا في كرة اليد عمل الحقيقة إنجاز محترم جدا، وقدر أنه يتأهل بالفعل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد. إنجاز محترم جدا، أكيد هنتكلم عنه وعن كل تفاصيل هذه البطولة ومشاركتنا فيها، وكمان كل اللي جاي هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي منورانا الأستاذة دينا نبيل الناقدة الرياضية. صباح الفل عليك يا أستاذة. صباح الفل يا أستاذ كيلو، أخبارك إيه؟ كله الحمد تمام؟ لله، كله تمام الحمد لله. كيف رأيتي هذا التأهل المحترم؟ دايما بشوف ان منتخب اليد بنبقى دايما الناس سقف توقعاتها بيبقى كبير قوي بالنسبه له، يعني سواء في البطولات القاريه او حتى البطولات العالميه. ما هو ليهم حق من اللي شايفينه من بالتأكيد المنتخب. يعني على مستوى المنتخب يعني بكل عناصره الحقيقه دايما عمرهم ما بيخذلونا ابدا. يمكن البطوله بتاعت افريقيا اللي بتقام على ارض مصر يعني بتحمل أهمية يمكن أكتر من النسخة الماضية، لأنه كلنا عارفين دي مؤهلة للأولمبياد. طبعا الأولمبياد دي دايما بتبقى يعني حدث مهم جدا لأي رياضي. أكيد أنا شايفة أن السنة دي أصلا يعني ده قبل أي حاجة أن السنة دي أهم سنة للرياضيين في مصر عموما. سنة الأولمبياد دي دايما بيبقى فيها حافز كبير قوي، بالذات الألعاب الفردية كمان. بالذات بالتأكيد، يعني يمكن كمان احنا عندنا منتخب الطايرة أتم تأهله طبعا للأولمبياد. منتخب اليد عنده فرصة كبيرة أن هو يتأهل للأولمبياد عن طريق البطولة اللي بتقام على أرض مصر. لازم يحصل على لقبها بقى في الحالة دي، لازم يتوج باللقب طبعاً. مقعد وحيد لأفريقيا طبعاً. من خلال التتويج بالبطولة ديت، وبالتأكيد طبعا يعني كل الدعم ليهم. أكيد. بالتأكيد منتخبنا بيأدي أداء قوي جدا في البطولة منذ بدايتها. يمكن شفنا كان دور المجموعات، كانت مجموعتنا فيها غينيا، كونغو برازافيل، الكاميرون، يعني بالتأكيد احترامنا ليهم، لكن شفنا من خلال فرق السكور الكبير اللي مصر فازت بيه في الثلاث مباريات انه في فرق مستوى واضح بين منتخب مصر وبين المنتخبات اللي لعبنا معاها. التقيل جاي بالظبط كده. يعني حتى امبارح قدام انجولا كنا متوقعين شويه ان يبقى في منافسه قويه، لكن برضو منتخب مصر فاز باريحيه شديده جدا. عندنا ماتش بكره مع تونس مهم جدا جدا. طبعا طبعا تونس عنق الزجاجه يعني انجاز التعبير. بالتاكيد، لان كمان تونس هي البطل التاريخي لافريقيا، يعني هي معاها 10 القاب، احنا معانا 8 القاب، فبالتاكيد هما يمكن حتى لو تونس مش في احسن مستوياتها، لكن تظل مباراه الغد هي اول اختبار. انا بشوف ان هو اول اختبار حقيقي لمنتخب مصر في بطوله افريقيا، اللي بالتاكيد يعني زي ما قلت بتحمل اهميه كبيره جدا. منتخب مصر امبارح بتواجده في المربع الذهبي ضمن تاهله لبطوله العالم اللي هتقام العام المقبل 2025. الحقيقه برضو من حسن حظنا ومن حسن حظ المنتخب ان البطوله دي بتقام في نسختها الحاليه في مصر على ارضنا وفي وسط جمهورنا، وكالعاده الجمهور دايما داعم للمنتخب. يعني الحقيقه ان هو فعلا يعني حقيقي سعيد بانجازات هذا المنتخب. واكيد للجمهور يعني دور هيكون مهم جدا في ماتش بكره ان شاء الله. بالتاكيد. يعني دايما يا استاذ كريم دايما بقول ان منتخب اليد من يعني دونا عن بقيه فرق الالعاب الصالات او بقيه الفرق المنتخبات، دايما منتخب اليد بيحظى باهتمام شديد جدا من الجمهور المصري. بالتاكيد، يعني حتى ممكن حضرتك مثلا ما تتابعش قوي في المنتخبات الثانيه، المنتخبات الناشئين والشباب عملوا ايه، لا بس تبقى عايز تعرف منتخب اليد الشباب والناشئين بيشاركوا في بطوله عالم، تبقى عاوز تعرف بيعملوا النتائج ايه. لان احنا ابطال اللعبه حتى عالميا، بنحقق مراكز متقدمه جدا وبنحقق ميداليات عالميه كمان على مستوى الشباب والناشئين. يمكن منتخب اليد زي ما حضرتك بتقول البطوله دي انا بشوف ان هي يعني مهمه جدا لمصر، ان المنتخب ده يستغل ان هي بتقام على ارض مصر وان هو يتوج باللقب. يعني يمكن البطوله دي شويه ميعادها اتظلم في فكره ان هي موجوده وقت امم افريقيا لكره القدم. كره القدم بالتاكيد تظل اللعبه الشعبيه الاولى اللي محدش يقدر يعني دايما بتخطف الاضواء، محدش يقدر مش في مقارنه، لكن في نفس الوقت يمكن البطوله حظها حلو ان هي جايه وقت اجازه نصف السنه، وبنشوف اسر واطفال بيروحوا يحضروا المباريات، حتى زي ما احنا بنعرض على الشاشه يمكن شفنا اسر واطفال بيروحوا يدعموا المنتخب مصر من اول البطوله، حتى من اول البطوله ما كانتش لسه يعني زي ما بنقول كده بلغه الرياضه سخنت، لكن كان الجمهور حارس ان هو يتواجد لدعم المنتخب، ودوت بشوف ان هو دول حقهم علينا، لان دايما المنتخب او الجمهور عفوا لما بيشوف حد بيرفع رايه مصر في البطولات الدوليه او البطولات القاريه طبيعي انت هتلاقي الجمهور هو اللي بيحاول ان هو يدعمك ويجي وراك ويتابعك ويتابع النتائج. يعني انا فاكره ان كان في دوره وديه للمنتخب قبل بطوله امم افريقيا كانت بتاعت الدوري الذهبي اللي كان بتقام في الدنمارك. استادات؟ تقصدي دوره استادات؟ لا انا اقصد اللي هي المنتخب الاول، دوره اللي كانت بتقام في الدنمارك الدوري الذهبي، والمنتخب والبطوله المفروض ان هي وديه، كانت اعداديه لبطوله افريقيا، لكن الناس رغم ان هي عارفه ان هي بطوله دوليه وديه
يعني بتدور على لينكات للمتابعه وعايزه تعرف المنتخب عمل ايه مع الدنمارك وعمل ايه مع يعني الناس حابه تتابع اخبار منتخب اليد، وده طبعا ما جاش من فراغ بالتاكيد نظرا لنتائجكم. وعلى ذكر دوره السادات برضو كان ليها نصيب كبير من المتابعه الحقيقه من الناس. بالتاكيد يعني طبعا. حتى زي ما بقول لحضرتك رغم ان هو ما كانش المنتخب الاول اللي بيشارك فيها منتخب شباب او منتخب ناشئين، لكن الناس كانت حابه تتابع منتخبات بتعمل ايه، لانه احنا عندنا الفتره الجايه بطولات افريقيه وعندنا محافل كتير بنستعد ليها.